بالليل يلعب قيمة ثابتة محمد، لكن اليوم ديربي يعني الأنظار كانت كلها موجهة له، مع أنه يعني راح يدخل المنتخب الوطني بعد المباراة. من الناحية يعني الذهنية ومن الناحية النفسية صعب أنك تلعب بأريحية، لأن نعرف أن يوسف بليلي لما يدير مخطط في رأسه هو دائما يحب الفريق الوطني، دائما يحب يشارك مع المنتخب الوطني ويحب يكون جاهز 100%. نحس ان بليلي ما كاش يعني 100% اليوم، خاصه في الصراعات الثنائيه كي كان يكون بالكره ما نشوفوش بليلي ينسيستي يعني يراوغ المراوغه تاعو، ما عدا الكره اللي وريتوها محمد وين جاته في ظهر يعني الرضواني وين سدد باليسرى كاد يسجل فيها، ما عدا تلك الكره اعطينا بعض لقطات لم يكن خاطر يوسف بليلي. بليلي ولاعب اللي راح يدخل للمنتخب الوطني راح تستنى فيه كاس افريقيا كبيره، يلعب ضد فرق كبار لو كان موجود مع ال11 ولو اشركوا الناخب الوطني. بالنظر لاداء اليوم هل يستحق بليلي التواجد مع القائمه المسافره لكوت ديفوار؟ محمد ليس بهذا الاداء تحكم على بليلي، بليلي يعني عنده مسيره يعني من ورائه، عنده اشياء كثيره قدمها، هو راه من بين احسن لاعبين في البطوله محمد، لو تحكم الاحصائيات مسجل 10 اهداف وعنده 7 اسيست محمد، مشارك في 17 هدف، يعني ما نقدرش نقول لك يعني هذه مباراه خاصه، هذه مباراه محمد يعني لا يمكن لوم بليلي على ادائه اليوم، ما نلوموش محمد على الأموم، على العموم كان اداء يعني ما نقولكش كارثي، لكن كان اداء جد متوسط من كلا الطرفين. فريق اتحاد العاصمه ما كاش حاب ينهزم لكي ما يدخلش في الدوامه، فريق المولوديه ايضا ما كاش حاب ينهزم لكي يعني يخلي روحه دائما في الفلاكورس تاع انه لم ينهزم. انا قلت لك محمد نقطه مرضيه لكلا الطرفين نظرا لتواجد فريق اتحاد العاصمه في مرتبه جد صعبه بالثمان نقاط 20 نقطه نعم. فارق مع المولوديه، مولوديه محمد ما عندها ما خسرت هذا الديربي، تقدر في مباراه العوده لو تسحق النقاط مولوديه ولو تكون احسن من هذا تقدر تفوز. فريق اتحاد العاصمه اليوم غير راضي على اداء، ليس اداء هذا تاع بليلي اللي يقدر يكون في مستوى عالي، لكن نظرا محمد لعده ظروف نعاود نتكلموا عليها، هذه 11 مقابله تاع البطوله. نعم. لكن بليلي نحاسبه كنجم كبير، نتحدث عن بليلي لانه السوبر ستار في هذه المباراه، لانه حلال العقد، لانه هداف الدوري الجزائري، لانه قدم مباريات كبيره هذا الموسم، لانه تحت انظار الجماهير، تحت انظار الناخب الوطني، تعرف بانه حتى في الجزائر هنا ما بين الاعلاميين ما بين المحللين هناك بخصوص بليل، البعض يراه قيمة ثابتة ولا يجب الاستغناء عنه ويجب أخذه إلى كوت ديفوار، والبعض الآخر يقول بأنه وقت بليلي انتهى، اللاعب غير متواجد في لياقة بدنية تسمح له بمقارعة الأفارقة، لذلك من الأفضل الاعتماد على لاعبين جاهزين عوض أخذ بليلي. مع أي الرأيين أنت سمير؟ شوف أنا نظن أن بليلي اليوم حاول حمل شوية العبء تاع لاطاك تاع المولودية، ولكن بتات طاح في فخ شويه تاع الانانيه. هضرتوا على لي كوفران، شفتوا مام يدير لي توش، بالك حاول بلوس على الحل الفردي او ديتريمون الحل كوليكتيف. ولكن كما قال مترف ما نقدروش نجيجيوه سو ماتش، الى عنده ان باركور داروا مليح. وانا في رايي انا حتى كي نقارنوا الحلول الموجوده اغوش في المنتخب الوطني ما كاش حلول واحده اخرى. الان بالليلي حل يفرض نفسه، ممكن انا فيزيكمون مازال ناقص، ممكن راهو في نهايه لا كارير، بالك انا نكون داكور معاه، ولكن لما تقارن الموجود كي تشوف لا ليست تاع 25 ولا 27 انا نظن انا بالليلي من بين الحلول المقترحه في المنتخب الوطني. ابو برك سمير حجاب لي المستوى تاع نهائيات كاس افريقيا مع البطوله الجزائريه ماهوش نفس المستوى. بالليلي ينجم يكون في ال 25، ولكن اذا ما حسنش اللياقه البدنيه تاعو من 15 جانفي المقابله الاولى راح تصعب عليه. نوليو شويه بك البارح بك سمير شفت انايا انترفيو تاع الناخب الوطني تاع المغربي تخلى على 11 لاعب اللي كان شارك في كاس العالم. قالك اليوم ما راهمش المستوى هذا اللاعبين باش نستدعيهم للمنتخب الوطني ندي لي ميور. علاش يعني يقول لك حسين يعرف لاكوب دافريك واش عندها، شارك في كاس افريقيا يعرف كاس افريقيا، اذا ما كنتش جاهز 100% من المستحيل باش تقدم عروض في افريقيا. انا واش نقول ليوسف بالليلي ما عليه الا من ال 15 يكون جاهز بدنيا، خاطر علاه مهما كانت عندك التقنيات
عالمية إذا ما كنتش جاهز بدنيا ما تقدرش تستعمل التقنية ديالك حاجة ما تمشي لك. وما الفائدة لما تكون عندك لاعبين واجدين 100% فيزيك ما باش نتبع الريزونمون تاعك وما يقاوش الحلول؟ احنا شفنا المقابلة تاع المنتخب الوطني شفنا لاعبين سونسي افوار اون بون فورم فيزيك ولكن سور لو تيرا ما جابوناش هذيك بالليلي ميم ناقص فيزيكمون يلقى لك الحل في الوان تو وان في تكون مقابله مغلوقه عنده الحل الفردي. لماذا لم يجد الحل اليوم؟ صعريف صعريف بالليلي ما يقدرش شاك فوا يلقى لك الحل. اليوم حاول ممكن كاين هذيك لاكسيون تاع لو تير هذا كانت بالك كانت قادره تدخل. اليوم دخل شويه كيما قلت لك في الانانيه ولكن مع بالليلي الحل وارد. كاين بعض اللاعبين واحد اخرين في المنتخب الوطني تلعبهم 120 مينوت ما كاش حل ما كاش حلول ما كاش حلول. دخل في الانانيه كيما تكلم سامير وخاصه دخل في شيء جد مهم دخل في مناوشات مع الحكم وتلقى بطاقة صفراء في بداية المباراة يعني ربما تلك البطاقة الصفراء جعلته يلعب بحذر طبيعة الحال فهذيك البطاقة الصفراء محمد لو يدي بطاقة صفراء أخرى راح يخرج بالكارت الأحمر راح يكون يعني هو السبب لو ينهزم الفريق تاعه. دخل في أمور أخرى يوسف بليلي وعرف روحه هكذاك وشفناه كمل يتكلم مع الحكم كمل دائما في مناوشة مع غربال هذا شيء يعني منافي لكرة قدم ولاعب في حجم يوسف بليلي لازم يعني يتلها بالميدان. ومحمد مباريات كما هادو جودة اللاعبين هي اللي دائما ما تنهي هاد الصراعات لما تكون عندك يعني لاعبين اللي عندهم وعي تكتيكي وعندهم انضباط تكتيكي في نفس الوقت ويعرفوا محمد تكون عندهم يكون عندهم الذكاء في اللعب دائما ما العقد تكون مفتوحه كما تكلم سامير في المنتخب الوطني شفنا على الجناح الايسر ما كانش لي حل العقد محمد في الاونه الاخيره شفنا العقد شكون ويحل فيهم شايبي وعمورة هاد اللاعبين لان شايبي وعمورة اللاعبين سريعين عندهم قوة بدنية دائما ما يدوا الكرات الثانية شفنا شايبي يسجل في النادي تاعه ويسجل في المنتخب الوطني عمورة لو يزيدوا معهم بليلي محمد إضافة جد مميزة يقدر يكون لاعب 25 دقيقة يقدر يكون لاعب 30 دقيقة ومعروف محمد في الكؤوس الإفريقية في المستوى العالي في النهائيات هادو شفنا المنتخب المغربي قبل ما يروح للمونديال ولا احد يقدر يقول لك المنتخب المغربي راح يلعب ضد كرواتيا على المرتبه الثالثه وحصل على المرتبه الرابعه. محمد في الدورات هذو الكبرى دائما ما يكون عكس يعني التيار حتى المنتخب الجزائري لما تاهل للكاس العالم في 2010 ما كانش من بين المرشحين المرشح هو فريق مصر فريق مصر يمتلك أرمدة من اللاعبين كانوا في مستوى عالي كانوا كلهم من الأهلي والزمالك أحيانا البطل يولد أثناء الدورة عندما تنطلق الدورة يولد البطل. نواصل مع لقطات هذا الديربي العاصمي الضعيف فوق الميدان والعالمي الخرافي فوق المدرجات. شوف من النرفزة اللي حقت ما من ليزونترينر ضغط الضغط يولد النرفزة. شوف ميم لي زونترينور ايزون ايتي افيرتي هذه ثاني سي حاجه هذه بطاقه صفراء لمدرب اتحاد العاصمه في الشوط الاول لكن كانت. لكن لكن سامير شوف بحكم التجربه لازم تكون حاضر فوق الميدان هنا محمد في بعض الاحيان زميلك خمسة امتار لو تناديه ما يسمعلكش. احنا رانا يعني لمحمد لما تشوف المباراه من وراء الشاشه والمباراه لو تكون مناصر فقط راح تحس بالضغط يا وينك محمد تكون فوق أرضية الميدان الضغط يكون في هذه المباراة.